الشعور ديالي اثناء المباراه الفرحه كانت عارمه. المغاربه كلهم كانوا فرحانين البارح، والمنتخب المغربي لعب واحد مجهود، واحد مثل الشعب يعني ازيد من 40 مليون لعبوا رجال، تاحوا لنا فرص زقلناهم ومشينا معاهم لضربات الجزاء وربحناهم. ولكن حنا داك اللاعب اللي تاحوا لي ثلاث فرص شديره زقلهم، كنا نعمروهم قبل، وكما قلت لكم وكان وعدكم ان الكاس الحمد لله تعدينا دابا الفريق القوي اللي هو اسبانيا. الهزمات امام منتخب قوي جدا، وكل المباريات الجايه ان شاء الله مع البرتغال راه مربوحه. وكنهديو هذا الانتصار لجلالة الملك محمد السادس نصر الله وحياده، والأسرة العلوية وكافة محبي الرياضة وجميع أنحاء المغرب من طنجة للقويرة. البارح من تربح المنتخب راه كانت الفرحة عارمة، وأنا من البارح وأنا كندور وأنا كنسجل مع خوتي ومازال من النعاس وكنسجل. أنا هشام والبيكالا كتكون في العوض، الديور ديالنا باغيين يحولونا منهم، حنا بغينا نبقاو في نفس المكان، كنسكن في بلوك المخازنية، بغينا نبقاو في نفس المكان. وكنبه خوتي المغاربة بأنه ماشي غير الخير من هنا لقدام. واش كتشوف أننا غنديو كأس العام هذا العام؟ أنا كيما أنا هو المشجع الرسمي ديال المنتخب المغربي، راه ديما كنقولها للصحافة بأن الكأس مغربية إن شاء الله تعقب، تعدينا الخطوات، لعبنا ماتشات، اكتسبنا تجربة كبيرة، المدرب في المستوى، اللاعبين في المستوى، كل لاعب ما نستثنيو حتى لاعب، المدرب نخليوه على خاطرو. كنطلبوا من الفيفا أنها تنظر فالتحكيم، راه التحكيم ديما ضد المغاربة. اللي باغي نوجهها للعابة كنشجعهم وكنشجعهم وكنزيد عاوتاني نقول للمدرب ديما الانسجام بين اللاعبين، والانسجام هو اللي كيخلق لنا هاد الانتصارات. والانتصار كنهديوه لصاحب الجلالة وكافة الشعب المغربي والمحبين ديال الرياضة وإفريقيا والعرب. وكنقول لخوتي المغاربة بأنه راه ماشي غير الخير من هنا لقدام، الكأس غنجيبوه من قطر، حدود التشغيل غادا تكون الشباب وغيكون الخير إن شاء الله. وكذلك ملي نجيبو الكأس إن شاء الله ما نمشيوش بعيد، راه كلشي عند ربي قريب. صافي بارك بارك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.